لأول مرة غادي نتقاطع مع حماتي لمدة ديال 3 سنين. دابا 3 سنين، يعني 3 سنين اللي كان وقع بيناتنا المشكل، خلاف اللي هو كان بدا بسيط، اللي هو كل ما كانش يوتيوب كنا غادي كما مولفين كيوقعوا مثلا نقاشات، اي دار فيها مشاكل كيكونوا عادي. كل ما كانش اليوتيوب كنا غنقدو نتجاوزوهم، ما بحكم فاش عندنا يوتيوب ما قديناش، بحكم خرجت الهضره الناس غلط، يعني غلط. انا صراحه كنعتذر ليهم، ودرت هاد لا فيديو هذا اعتذار خاص لحماتي ولشيخي، وما نكذبش عليكم لحقاش ما عرف كنت متسرعه، يعني بعد ما بس خصنا نفكروا في بزاف ديال الحوايج، يعني الانسان ما خصوش يتسرع ولو ما عرف شنو يديروا في حقي ولو ما عرف شنو يقولوا في حقي. كان خاصني نحني الراس ونسكت، ما نجاوبهمش وما نهضرش على وجه راجلي، بحكم هما كبر مني، بحكم هما والدين راجلي، ما خصنيش نحط راسي براسهم، ما خصنيش نجاوبهم، ما خصنيش نبينهم غالطين، ما خصنيش بزاف.